اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين. زي كده كل حلقه في رمضان بنختتم بمباراه رمضانيه. هذه المره كانت ما بين الاهلي والزمالك في ربع نهائي كاس مصر سنه 89. البعض بيتخيل انها كانت في النهائي، لا دي كانت في 28 ابريل 89، 22 رمضان 1409 هجريا. مباراه الاهلي والزمالك في ربع نهائي كاس مصر كانت في استاد القاهره الدولي، كان الحكم من فرنسا جيرار بيكيدو، كان من الحكام التقال جدا جدا يعني. ده فاول، بصوا حضراتكم منين، النجم طاهر ابو زيد سدد على شمال ايمن طاهر حارس مرمى نادي الزمالك في الدقيقه الثانيه من اللقاء، يعني في الدقيقه الثانيه كان طاهر ابو زيد بيسجل هذا الهدف الحقيقه، والملعب كان يعني اغلبه ممتلئ، يعني كانت بدايه ولا احلى للنادي الاهلي. ثم جاء ملعب عبد الحميد بانفراد وسجل هدف التعادل لنادي الزمالك. وصلنا لوقت اضافي الحقيقه، والمباراه فضلت متصعبه جدا على الفريقين. ربيع ياسين انطلق وسدد قذيفه بشماله في الدقيقه 116، كان فاضل 3 4 دقائق بالظبط، جاب الهدف الجميل ده عشان الاهلي يفوز 2-1. تشكيله الاهلي كان احمد شوبير وابراهيم حسن وضياء السيد ولاعب محمود صالح وهاني رمزي وربيع ياسين وعلاء ميهوب وبدر رجب وصديق جمال وطاهر ابو زيد، وخرج نزل برضه عمرو انور وطارق خليل وكان حسام حسن. مدرب الاهلي في هذا التوقيت كان الالماني العظيم اللي غير شكل الكره في مصر لو انه ما عادش كتير، ديتريش فايس. الزمالك لعب بايمن طاهر وبدر حامد وهشام يكن وهشام ابراهيم وعماد صلاح، وعماد صلاح ده كان لعيب كويس جدا، واحمد رمزي وخرج ونزل مكانه احمد الشاذلي، ورضا عبد العال وخرج نزل مكانه حسين عبد الرسول واشرف قاسم وعفت نصار وحمادة عبد اللطيف وجمال عبد الحميد. وكان المدير الفني القدير جدا 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 كابتن عصام بهيج خد الزمالك في اوقات زي اللي احنا كنا موجودين فيها دي كده صعبه جدا، وحدثت المعجزه وفاز ببطوله الدوري العام. يعني ده ما كانش النهائي، الاهلي لعب بعد كده دور نصف النهائي امام الترسانه 2-0، ايمن شوقي ظهر وسجل وطاهر ابو زيد سجل، ده كان 5 مايو. النهائي كان امام النادي المصري في استاد القاهرة وانتهى 3-0، أيمن شوقي سجل وطاهر أبو زيد سجل وحسام حسن سجل، والأهلي كان الكابتن عصام بيجي خد السنة اللي قبلها الدوري. يعني السنة دي الأهلي جمع بين الدوري والكأس مع الشهير الألماني ديتريش فايسا. دي مباراة للتاريخ في رمضان، يعني ظروفها جت معانا كده.